مع هذه الانطلاقات المتتالية التي تأتينا تباعا في قلب الحدث، وشوطنا الثالث يتحرك بفئة الزمول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ مع الثمانية كيلومترات التي ترافقنا في خط سيرنا مع هذا التحدي ومع هذه الشعارات التي تنهال على المركز الأول. نبدأ بالمركز الأول الواش من يفتتح الإذاعة هجن العاصفة بقيادة سعيد بن راشد بن غدير، من يقدم الواش على المركز الأول. ذيبان يأتينا على المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا الذيب لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، ونقلتنا التالية ستكون على المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد. نقترب من المركز الثالث ونتابع رداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لنيبي. أما المركز الرابع ذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة، متواجد أيضا مضمرا ومبدعا ومسرعا إلى ناموس هذا الشوط. أما المركز الخامس يأتينا المدير لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان الصادق، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، من يقدم لنا ايضا سلهود في اللحظات الاخيره. الله الله، 1-0 وانهدت الهجن طوفان، هجن الدوار تنعد فوق الثلاثين. يا سلام يا سلام، اكثر عن 30 بعيد يشاركنا في هذا الشوط الحساس، الشوط الرئيسي. ولكن الواش رافض الاستسلام، رافض الاستسلام الى هذه اللحظات. حدنا يرنا زرنا ما حننا، ولكن لنا الحين ما رامن، ما رامن يرد عن طريقه ابدا 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 ابدا. مسيطر 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 بشعار هجن العاصفه، ولكن المفاجاه القدوم 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 الصغان اسمه الشيخ حمدان بن محمد. نعم المسافري، نعم يلا يا المسافري، سافر يا المسافري سافر. 1400 متر، 1400 متر تفصلنا عن خط النهايه، ولكن سلهود لكلام ثاني، يتكلم بلغه صغانيه، يتكلم بلغه قويه. نعم سلهود غادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، من يتابع ايضا في هذا العرض الرائع في هذا التحدي. الثلاثة على المقدمة، الواش الواش والصوغان وسلهود، ولكن الواش الواش ما ينسحب، الواش قولوا فعل. نعم نعم ينتظر ينتظر الاوامر، جاهز للاوامر، ولكن يعدي يعدي. والله انه عدى، طاف والله انه طاف، طاف المسافري طاف طاف وحل في المركز الاول. الواش ينتظر الاوامر، الواش ما يتى اوامر الى هذه اللحظات، ما يتى الاوامر بالاقلاع. يقترب ايضا سلهود، سلهود اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. الرابع عالي 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 عالي، يبغي العلا يبغي العلا يبغي العلا يبغي العلا. يا سلام اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيال الصادق فضل الامين السوداني. الذيب غادم، الذيب غادم لهجن العاصفه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير. الذيب وين دخل الذيب، اما انه وين طلع الذيب، اما انه وين ناوي الذيب عن ناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن الواش الواش على المقدمه، الواش والذيب الواش والذيب الواش والذيب، وعالي في صراع مستمر. الذيب لي حذرتكم منه يوم كان في المركز العاشر، قلت لكم هذا هو يبغي مراقبه، صاحب الشوط وصل الان، وصل وصل، ولكن الواش الواش ومرافض رافض الاستسلام. الذيب بالمتابعه، الذيب يساند الواش في هذه المعركة الحساسة في هذا الشوط الأول، ولكن هناك عالي عالي أيضا لكلام ثاني اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيال على المقدمة. وين الناموس، وين وين الواش، وين الواش الواش الذيب الواش الواش والذيب الواش والذيب، الناموس 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 إلى الذيب. وين وين الذيب، وين طلع الذيب، وين طلع الذيب، وين دخل الذيب، وين طلع الذيب. الذيب يا ذيب، أشكرك من ذيب، رشحنا وفزت بالمركز الأول. تهانينا لهجن العاصفة، المركز الثاني لهجن العاصفة، الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيال، المركز الخامس أنا المدير لهجن أو لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيال.
هذه النتيجة وهذا هو الذيب مثل ما توقعنا أن يأخذ المركز الأول ب 13 دقيقة 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد رائد المكتوم وللمضمر حمد بن راشد بن غدي المركز الثاني وصل للواش لهجن العاصفة. تهانينا ايضا لسعيد بن راهد بن غدير توقيت الزمن 13 دقيقه 15 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والمبروك. المركز الثالث كان من نصيب سلهود اسمه الشيخ حمدان بن راهد المكتوم بالتوقيت الزمن 13 دقيقه 16 ثانيه 2 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع. هكذا تتواصل.